لضيفي الذي ينضم إلي وسام فتوح وهو أمين عام اتحاد المصارف العربية. وسام أهلا وسهلا بك وشكرا لوجودك معنا. هل فعلا البنوك العربية داخلة في تمويل هذه المشاريع الضخمة المشتركة بين الحكومة الصينية والحكومات المحلية؟ يعني بشكل عام ست لارا شهدنا بالسنة الماضية واللي قبلها خلينا نقول في شوية ركود بموضوع التمويل لعدة أسباب، ربما أهمهم الارتفاع الفائدة اللي قام فيها البنك الفيدرالي، ومعظم الدول العربية بتلحق هيدا الموضوع. موضوع مثلما تعلي الفائدة بطبيعة الحال عم نسحب كل هذه الأموال النقدية إلى البنوك وإلى الفائدة. دول الخليج راحت بنفس السياسات النقدية، حتى مصر والمغرب وتونس وعدة دول عربية. ولكن خلينا نقول هذه السنة بداية الربع الثاني من السنة بدأنا فعلا المصارف العربية يكون عندها ملاءة مالية أكثر، وخاصة دول الخليج. والسبب هذا الموضوع أنه صار في عنا بمكان ما استقرار بسعر البترول بشكل عام، هذا بعد المؤتمر اللي صار مثل ما بنعرف صار في استقرار للأسعار، وهذا الاستقرار أدى فعلا إلى عائدات مالية ضخمة لدول الخليج، وهذه العائدات جزء كبير منها عم تروح فعلا للمصارف العربية، مما يعني صارت المصارف هذه مرتاحة أكثر فعلا تبدأ بتمويلات جديدة بمشاريع كبرى. وبرجع بكرر خاصة في دول الخليج، لأنه جزء كبير من هذه الأموال النقدية عم تعود إلى عم تفوت بالقطاع المصرفي. تجدر الإشارة هون أنه إجمالي هذه هذه البنوك هل لعبت دور أساسي حتى الآن في هذه المبادرة؟ طبعا القطاع دول الخليج إذا كنا عم نتحدث عن نعم دول الخليج بهالفترة هيدي بعد الركود الذي حاصل بموضوع الائتمان، برجع بكرر عدة أسباب أهمهم ارتفاع الفائدة، خلينا نركز على هذا الموضوع مما أدى فعلا إلى ركود بمكان ما اقتصادي، ولكن النمو الاقتصادي لدول الخليج نمو متسارع بشكل كتير كبير والأعلى في العالم، وخاصة في المملكة العربية السعودية. الملاءة المالية كتير عالية لدى المصارف، وهي مستعدة تماما لتعمل قروض لمشاريع بنية تحتية كبيرة. إذا بنطلع على المبادرة الطريق والحزام اللي قامت فيها الحكومة الصينية، ونسبة الاستثمارات للدول العربية من هذه المبادرة تخطت 23% السنة الماضية، ومتوقع هالسنة أكثر. كما ذكر كمان صاحب السمو في كلمته الصباحية، حجم التجارة العربية الصينية تخطت 430 مليار دولار بين الصين والدول العربية. وبالتالي نعم المصارف العربية التي مولت الاقتصاد العربي بمبلغ 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل تقريبا 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، مستعدة تماما اليوم لتفوت بمشاريع بنية تحتية ضخمة وتساعد هذه الاستثمارات. ومن جانب الصيني بطبيعة الحال إنه المصلحة أن يفوتوا باستثمارات لبنية تحتية بالإضافة لمشاريع أخرى مثل التكنولوجي والطاقة والطاقة المتجددة اللي فعلا شدناها بالمنطقة. بسام، لكن في بعض هذه المشاريع ما بتحدث عن دول عربية، في بعض هذه المشاريع كانت مكلفة جدا، حتى الدول لم تستطع أن تتحمل تكلفاتها، التكاليف المرتفعة لديها، القروض كانت جدا باهظة أيضا تكاليف على الدول، وهذا ما أدى إلى تعثر هذه المشاريع وأدى إلى استحواذ الصين على بعض الأصول الاستراتيجية في بعض الدول. هل تتخوف من تكرار هذا السيناريو في بعض الدول العربية؟ أكيد اللي عم بتعاني من تحديات اقتصادية مثلا. خلينا نقول الفترة الماضية كان في عدة مشاكل، ربما أهم الجائحة اللي هي فعلا أدت إلى ركود اقتصادي كتير كبير، بالإضافة إلى تأثير الحرب الأوكرانية على العالم والأمن الغذائي. اليوم الوضع أكثر راحة من قبل. مبادرة الطريق والحزام هي جزء لا يتجزأ من تطبيق السياسة الخارجية الصينية إلى الدول العربية. اليوم الدول العربية وضع جيد، أحسن من دول أخرى، بسبب سياساتها، بسبب قوتها، بسبب مواردها اللي موجودة، الموارد المالية، موارد الطاقة وغيرها. فينا نقول أنه في قيادة للمملكة العربية السعودية للاقتصاد العربي، هذا شيء واضح، وهي أكبر من الاقتصادات العربية. لا، ليس لدينا نحن في اتحاد المصارف العربية أي تخوف في هذا المجال، لأنه نطلع على الأرقام، نطلع هذه الأرقام الكبيرة اللي هي فعلا قادرة تصمد بوجه
أي أزمات أخرى ممكن تكون تجينا، بالإضافة إلى الانفتاح العالم والسياسة اللي قامت فيها مجدداً المملكة بانفتاحها مع الصين ومع دول أخرى، وبالتالي هذه التحالفات الاستراتيجية اللي عم تصير اللي غيرت بمكان ما المنطقة وأصبح أكثر أماناً واستقرار وهو جاهز للاستثمارات.